خبرنا الثالث اللي أعلنت في اليوم انطلاق أول بطولة نسائية للسباحة في المملكة العربية السعودية بمشاركة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والاتحاد السعودي للسباحة. ومن المقرر أن تكون هذه البطولة في المسبح الأولمبي بالصالة الخضراء في الرياض على مدى يومين، وابتداء من 13 مارس إلى 14 مارس الجاري بإذن الله. طيب خلونا ناخذ معنا مداخلة هاتفية، من أستاذة الهنوف القحطاني، هي مسؤولة عن تنظيم هذه البطولة. أهلا وسهلا فيك أستاذة هنوف. أهلين، هلا والله، نورتينا. اهلا، مساء الخير، نوركم. ما شاء الله، بحكم انه انت مسؤوله عن هذا التنظيم وعن تنظيم اول بطوله نسائيه، ابغاك تكلميني عن هذا الحدث بشكل عام وكيف كان التنظيم لهذه البطوله. اول شيء شكرا مره على اتاحه الفرصه لي اني اتكلم عن هذه البطوله. ان جات فكره البطوله لان انا هاويه للسباحه وتعلمتها من الصغر، وان انا عندنا شركه 3AF للتنظيم، فإن عندنا هذه المميزات فكرنا أن ننظم هذا الحدث وهذه البطولة بتكون انطلاقة إن شاء الله للكثير من السباحات السعوديات اللي موجودين عندنا، وندعم هذه الرياضة النسائية في المملكة. جميل. طيب الهنوف، قولي لي إيش الفئات العمرية اللي أنتم اخترتوها، وعلى أي أساس يعني إيش كانت الأساسيات المفروضة اللي توافقون عليها طبعا للمشاركات؟ هي الفئات العمرية تبدأ من 18 سنة ويعني وفوق، يعني ما فيها من 18 سنة تبدأ. إنهم يكونون هاويين ومتعلمين للسباحة. وضعت شروط من الاتحاد العربي للسباحة، شروط محددة وضعتهم عند تقديمهم، إن شلون نختارهم، عند اختيارهم يعني. ممتاز. طب أبغى أسألك كمان يا الهنوف عن لجنة التحكيم ومعايير التحكيم في هذه المسابقة. لجنة التحكيم والمحكمات كمان هي من الاتحاد العربي للسباحة، وضعت معايير وضوابط، وإن المحكمات كلهم من الاتحاد العربي للسباحة، كلهم متعلمين محكمات، لهم يعني خبرة في هذا المجال. طيب الهنوف، اسمحي لي أسألك هذا السؤال بخصوص هذا التنظيم وهذه المسابقة اللي بإذن الله يمكن لأول مرة تحدث في المملكة العربية السعودية. إيش مشاعرك؟ إيش مستعدة؟ أنت بتنظمي هذه المسابقة، فإيش ممكن تقولي إنه رح يصير؟ إيش متوقعة توقعاتك؟ والله يعني مرة صراحة مبسوطة إنه قاعد يصير هذا الشيء، وإنها أول بطولة نسائية للسباحة وفيها، لأن أنا أحب السباحة، فمبسوطة إن هذا الشيء قاعد يصير. جميل. وهي إن شاء الله هذه المرة راح تكون محلية في الرياض، بس إن شاء الله المرة الجاية تكون عالمية والنافس عالميا إن شاء الله، هذا اللي أنا أتمناه. وصدق أنا أشكر اتحاد الرياضة جميع واتحاد العربي للسباحة أنهم دعموا رياضة المرأة وأنهم معانا يعني. جميل. وإن شاء الله إن شاء الله مستقبلا نشوفون عالميين نافس. أكيد إن شاء الله يا هنوف، إن شاء الله بإذن الله نشوف دائما عيالنا المبدعين عالميين، ودائما تشجيعنا لكم، ودائما إن شاء الله من أعلى الأعلى بإذن الله. لكن يا هنوف، بما أنك يعني كذا فحابة أعبر عن مشاعري، ترى أنا ما أعرف أسبح، نفسي أسبح، وإذا طحت بالمسبح غرقت، فحالتي حاله، يبغى لي اجيك. لا لازم ادل نعلمك، وترى الصحة مرة سهلة وشيء مرة ممتع عشانك تحبينا، فاللي خاف اللي عنده فوبيا هي نص صعب. شكرا لك الهنوف، شكرا لمداخلتك معنا اليوم، يعطيك العافية.